وفي إطار زيارته الحالية لسلطنة عمان سلم وزير الخارجية سامح شكري رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه سلطان عمان هيثم بن طارق كما التقى شكري مع نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد تناول لقاء ما تشهده مصر من إصلاح اقتصادي وطفرة تنموية تعزز جهود دفع العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية كما تطرق شكري إلى التضامن بين البلدين والشعبين والتقدير لما يقدم للجاليات المصريه في عمان ودور هذه الجاليه كجسر للتواصل بين البلدين كما تناول اللقاء ابرز القضايا العربيه والاقليميه والتاكيد على موقف مصر الثابت من دعم امن واستقرار دول الخليج والمنطقه العربيه